اهلا بكم من جديد. ابتداء من الليله وكل ليله طيله فتره المونديال، قد ما نشوط بالسياسه رح تبقى الكره بملعب المونديال اكيد، ورح يكون في زميلنا علي حجازي على طول دخيل علينا بالاستوديو. مساء الخير علي. مساء الخير سمر، مساء الخير رامز. مساء الخير علي. يعني اقل من 24 ساعه وبنطلق الحدث الاهم. صحيح انه الالعاب الاولمبيه هي اكبر حدث لانه كل الدول بتشارك فيها، لكن الحدث الرياضي الاهم بالعالم الاكثر متابعه الاكثر تفاعلا هو المونديال. يلا شو جايب لنا؟ اول شيء مع مين انت؟ انا قلت لك تحت الهواء، انا كل مونديال بشجع حدا، هذا المونديال مع ايران والسعوديه. يعني مع ايران والسعوديه المونديال ما في ما بين ابدا بس لا حقيقه رامز انا مع اسبانيا علي بيعرف رامز اسبانيا وانا المانيه معروف. طيب يلا انا سنه برازيلي دوت كوم، مش معقول نكون كلنا مع بعضنا، وباخر المونديال متحاسب. يلا بلش على الجول من هلا. يلا شكلك منك بعيد ابدا عن السياسيين، نقال بندقية. كلهم يعني. طلعوا على البرازيل ها؟ كلهم بدهم يربحوا. يلا البرازيل بعد الدول العربية الشقيقة والصديقة. يلا بنتابع بنتابع أخبار المونديال. مساء الخير. كأس العالم 21 تنطلق بكرة بحفل افتتاح يلي الساعة 6 مباراة بتجمع السعودية وروسيا، ويوميا بهالوقت رح نكون معكم بمتابعة لأهم وأغرب وأجمل أخبار. مبالغ ضخمة أنفقتها روسيا الدولة المضيفة على المونديال، ولكن بمقابل عائد اقتصادي كبير مباشر وغير مباشر. بلغت تكلفة المونديال على الحكومة الروسية أكثر من 13 مليار دولار، بما فيها بناء وتأهيل ملاعب وفنادق وإصلاح طرق ومستشفيات وشراء معدات نقل جديدة، ولكن روسيا بتتوقع بالمقابل أن تجذب نحو 24 مليار دولار، أي بربح بيوصل ل 10 مليار دولار. الحكومة الروسية بتتوقع جذب استثمارات ب 100 مليار دولار، بعضها بيرتبط بحقوق البث المباشر وبيع تذاكر المباريات والعلامات التجارية وبيع الهدايا التذكارية وغيرها. أكثر من مليون متفرج لمتابعة المباريات متوقع يزوروا روسيا. بروسيا العدسات عم تلاحق الأسطورة ليونيل ميسي، واستفادت صحيفة الباتريوتا الأرجنتينية من المونديال لتنشر مقال مطول عن حياته. المقال تضمن صورة تنشر للمرة الأولى جمعت ميسي مع والدته وجدته قبل انتقال العائلة من روزاريو مسقط رأسه إلى مدينة برشلونة الإسبانية. إلى البرازيل مع بكاء نيمار واستعادة ذكريات قديمة. قبل مغادرة منتخب البرازيل نظم التلفزيون الوطني رحلة مع ذكريات نيمار صانعا نسخة مطابقة تماما لمنزل طفولته بساو باولو، ونصب كاميرات لتصور ردود فعله المتأثرة والباكي مثل ما راح نتابع. Tem uma foto. Olha lá. Eu não me escondi aqui. Eu olhei aqui. ايضا مع منتخب البرازيل واحتفال نجومه امبارح بعيد ميلاد كوتينيو لاعب برشلونه، القضيه مش الاحتفال بل بالطريقه. لاعبي البرازيل استعادوا اسلوب احتفالي للي بيبلغوا سن 18، وهو بيعني خروج الصوص من البيضه، وبقياده نيمار انهال اللاعبين على كوتينيو بسيل من البيض متبوع برشات من الطحين احتفاء بعيد ميلاده ال 26. وإلى السخرية اللي طالت المنتخب الفرنسي كونه بضم عدد من المتحضرين من أصول غير فرنسية، فأطلق عليه اسم منتخب اليونيفل. أبرز نجوم منتخب الديوك بيتحضروا من أصول معظمها أفريقية مثل كيليان مبابي من الكاميرون، كريم بنزيما من الجزائر وهو يلي ما تم استدعائه، نغولو كانتي من مالي، بول بوجبا من غينيا، عادل رامي من المغرب، وسامويل أومتيتي من الكاميرون.
خطة كبيرة تعرض لها المنتخب الإسباني قبل ساعات على انطلاق كأس العالم مع إقالة المدرب يولين لوبيتيغي. الإقالة إجت بسبب الإعلان عن تولي لوبيتيغي تدريب ريال مدريد بعد انتهاء المونديال، ما اعتبره الاتحاد الإسباني طعن بالعقد الجديد يلي وقعه مع المدرب مؤخرا، فتمت الإقالة وتعيين فرناندو ييرو بديلا عنه. أخيرا أدى التصويت إلى فوز الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا باستضافة مونديال 2026 على حساب المغرب، وكانت المفاجأة بتصويت سبع دول عربية للملف الأمريكي من بيناتها لبنان. البحرين، العراق، الكويت، السعودية، الأردن، الإمارات ولبنان صوتوا مع الملف الثلاثي الأمريكي يلي حصد 134 صوت مقابل 65 للملف المغربي. فيفا World Cup. Thank you. ومع الخبر نوصل للختام، عودي لكم سمر ورامز.